السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 ready get set go. ready يعني جاهز، خليك جاهز. get set برضو معناها استعد، خليك مستعد. وجو جو يعني اذهب او يذهب طبعا زي ما احنا عارفين. ready get set go يعني جاهز، خليك جاهز. get set خليك مستعد، go اذهب انطلق. وزي ما احنا متعودين يكون معانا كشكول وقلم نكتب فيه ونذاكر منه، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عرفنا المرة اللي فاتت الgreetings او انواع التحية، good morning وgood afternoon وgood evening وgood night كمان. وعرفنا امتى بنقول كل greeting من الgreetings دي او كل تحية من التحيات دي في الوقت المناسب بتاعها. وعرفنا كمان ازاي نسأل حد كيف حالك how are you، وهو بيرد علينا وبيقول لنا I am fine okay thank you. كل ده موجود في اخر الحلقة اللي فاتت، اخر الدرس المرة اللي فاتت. وكنا عرفنا كمان see you later اراك فيما بعد، اشوفك بعدين، و see you soon see you soon اراك قريبا. وعرفنا الفرق بين كلمة child او طفل، وعرفنا ان الجمع بتاعها هو children او اطفال. وعرفنا يعني ايه احفاد يعني grandchildren يعني احفاد grandchildren. النهاردة هنكمل الحديث عن افراد الاسرة او family members، واول حاجة عايزين نعرفها هي parents او الوالدين. الاب والام مع بعض اسمهم parents. مرة كمان parents. والجد والجدة اسمهم grandparents يعني الأجداد، الجد والجدة grandparents. ابن أو بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة يعني ولاد عمي ولاد عمتي ولاد خالتي وبنات خالتي اسمهم cousins يعني ابن او بنت العم او العمة او الخال او الخالة cousins. ولازم يا اصحابي نعرف الفرق بين man يعني رجل، man woman يعني امرأة يعني واحدة ست، man يعني رجل، woman يعني امرأة. وفي بعض الافعال لازم نعرفها كويس بنقوم بيها وبنعملها كل يوم، زي مثلا eat يعني ياكل، eat يعني ياكل eat. وكمان لازم نعرف يعني ايه drink يعني يشرب، drink يعني يشرب. ولازم كمان نعرف يعني ايه play يعني يلعب، play. ولما يجي حد من أصحابنا يركب عجلة يسوق عجلة، يركب عجلة يعني ride. لما بنركب على حاجة زي العجلة أو الحصان ده اسمه ride يعني يركب. ride a bicycle يعني يركب عجلة، ride a horse يعني يركب حصان. بيركب حاجة ورجليه بتكون حواليها زي العجلة أو الحصان ده بيبقى اسمه ride. ولازم كمان نعرف لما نيجي نمشي على رجلينا يعني يمشي يعني walk. مرة كمان walk. لما يجي بقى حد يركب عربية أي حاجة أو أي وسيلة مواصلات بتبقى مقفول عليه ده اسمها drive يعني يقود يعني drive. وكمان لازم نكون عارفين يعني ايه make يعني يصنع، make.
مرة كمان make make make. وبالنسبة لunit 1 ready get set go لازم نكون عارفين النمبرز أو الأرقام from 1 to 100، الأرقام من 1 حتى 100 from 1 to 100. لازم نكون عارفين الأرقام كويس جدا من 1 لحد 100. ولازم كمان يا أصحابي نكون عارفين يعني إيه nest. nest nest يعني عش، nest بيت أي طائر من الطيور ده اسمه nest. ولازم يا أصحابي نكون عارفين يعني إيه cups. cups cups يعني صغار سن الولاد والبنات، فأي ولد أو أي بنت صغير في السن نقدر نقول عليه cub. cub يعني صغير السن، وحتى صغار الحيوانات بنسميهم cubs في بعض الأوقات، وبنربط بيها كمان لبعض صغار الحيوانات. cups cups cups. مرة كمان cups cups cups. ولازم كمان نكون عارفين لو في قطيع من الحيوانات أو مجموعة من الحيوانات بتتحرك مع بعض، ده بيبقى اسمه herd 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 يعني قطيع، قطيع من الحيوانات herd herd herd. في عبارات لازم نكون عارفينها في يونت 1 أو في الوحدة الأولى. أول حاجة لما باجي أقول هو أو هي بيأكل الفطار بقول he or she eats breakfast. he أو she eats breakfast، هو أو هي يأكل الفطار. مرة كمان he eats breakfast. he eats breakfast. وطبعا لما أحب أقول إن هو أو هي لا يمشي إلى المدرسة، هو ما بيمشيش للمدرسة، هو بيروح المدرسة راكب البايسكل بتاعته أو السكول باس أتوبيس المدرسة، فبقول إن هو ما بيمشيش، ما بيتمشاش لحد المدرسة، بقول he أو she doesn't walk to school. he doesn't walk to school. مرة كمان he doesn't walk to school. واضح هنا يا أصحابي إن doesn't اللي هي لا يفعل does not بتيجي مع he و she و it، لأن طبعا زي ما احنا عارفين في verb to do، verb to do فعل يفعل، الضمائر كلها بيجي معها do في المضارع. do يعني يفعل، I do you do we do they do، ما عدا he و she و it. he و she و it بيجي معاهم does. he does هو يفعل، she does هي تفعل، and it does هو أو هي الغير العاقل يفعل. فلما أجي أقول إن هو لا يفعل أو هي لا تفعل بقول he doesn't هو لا يفعل أو she doesn't هي لا تفعل. فلما نيجي نقول إن هو أو هي ما بيروحوش المدرسة، هو أو هي ما بيمشوش لحد المدرسة، بقول he doesn't walk to school هو لا يمشي إلى المدرسة، أو she doesn't walk to school هي لا تمشي إلى المدرسة. طب لما أحب أقول هل هو يفعل أو هل هي تفعل بقول does he هل هو يفعل، أو does she هل هي تفعل. فمثلا ما أجي أقول لك هل هو يشرب الشاي فبقول does he drink tea. does he drink tea هل هو يشرب الشاي. مرة كمان does he drink tea. does he drink tea. فأنت ممكن ترد علي وتقولي أيوه هو بيشرب الشاي، فبتقولي yes he does. yes he does نعم هو يشرب الشاي، نعم هو يفعل. yes he does. yes he does نعم هو يفعل. طب لو هو ما بيشربش الشاي هتقولي ايه؟ هتقولي no he doesn't. no he doesn't no he doesn't لا هو لا يفعل. no he doesn't. مرة كمان no he doesn't. طب لما احب اقول ان انا بحتاج حاجة من الحاجات، واحتاج طبعا احنا عرفنا السنة اللي فاتت الفرق بين يحتاج والفرق بين يرغب الحاجة طبعا، او يحتاج المعنى بتاعها قوي جدا، واحنا ما بنحتاجش غير الحاجات اللي بتحافظ على حياتنا. يعني أنا لما أقول لك أحتاج حاجة، الحاجة دي من غيرها أنا حياتي هتتأثر تأثير كبير، لكن ممكن أنا أكون بأرغب في حاجة
الحاجة دي لو ما حصلتش عليها حياتي مش هتتأثر. أنا أحتاج يعني I need أنا أحتاج، ما بقولش I need غير على الحاجات اللي فعلا حياتي من غيرها مش هتستمر أو هتتأثر من غيرها تأثر كبير جدا. لكن لما أجي أقول أنا عاوز حاجة، أنا أريد حاجة، بقول I want أنا أريد. وهنا لما بقول I want، الحاجة اللي أنا بقول عليها I want دي لما حصلتش عليها حياتي مش هتتأثر تأثر كبير وهعيش بشكل عادي. فلما بتكلم عن حاجة أساسية حياتي هتتأثر من غيرها بشكل كبير بقول عليها I need. لكن لما بتكلم عن حاجة غير أساسية لما حصلتش عليها حياتي مش هتتأثر بشكل كبير بقول عليها I won't. فمثلا ممكن أقولك I need to drink water. I need to drink water. مرة كمان I need to drink water. لكن ممكن أقولك I want to eat chocolate. I want to eat chocolate. في الحالة دي لو أنا ما أكلتش الشوكولات دي أنا مش هموت، مش هموت، أنا مش هيحصل لي تأثير كبير. I want to eat chocolate. أريد أن أنا أكل شوكولاتة، بس لو ما أكلتش شوكولات مش هيحصل لي تأثير كبير وهفضل عايش بشكل عادي. مرة كمان I want to eat chocolate. I want to eat chocolate. وبكده نكون أنهينا الجزء الثاني من الشرح الخاص بيونت 1 Ready Get Set Go. تابعوا الشرح معانا أول بأول، هنخلص المنهج على طول إن شاء الله، وكمان هنحل الأكتيفيتي بوك مع بعض. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.